الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أحبتي الطلبة من الصف العاشر، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. درسنا اليوم أيها الأحبة الدرس 19، يوم تبوك، دروس وعبر. أي أننا سنتحدث عن غزوة تبوك، وأثناء حديثنا عن غزوة تبوك سنجيب على هذه الأسئلة: ما سبب الغزوة؟ متى حدثت هذه الغزوة؟ أين كان موقعها؟ وبين من وقعت؟ ما أهداف هذه الغزوة؟ ما أهم الأحداث التي حدثت في هذه الغزوة؟ ما النتائج التي خرجت بها هذه الغزوة؟ ما الدروس والعبر المستفادة منها؟ تعد أيها الطلبة هذه الغزوة من أهم الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهي من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا معي لنعيش مع هذه الغزوة. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو المسلمين إلى النفير العام، إلى الجهاد في سبيل الله في شهر رجب في السنة 9 للهجرة، بعد أن وصلت له أنباء تقول أن الروم وحلفائها من شمال الجزيرة العربية يريدون القضاء على المسلمين ويريدون القضاء على دين الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام عازم على الخروج إليهم في تبوك، وحث المسلمين على تجهيز جيش المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام ليس عادته أن يذكر أو أن يعلن غزوه، إلا أن في هذه المرحلة النبي عليه الصلاة والسلام أعلن ذلك حتى يستعد ويتجهز ويجهز الجيش. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد الخروج إليهم إلى هذه المنطقة حتى يحافظ على هيبة المسلمين، وحتى يكون عنده خط دفاع قوي عن المسلمين وعن وطنه. فهذا تكتيك عسكري من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على تجهيز جيش المسلمين، ويقول عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يذكر جيش العسرة، ويسمي هذه الغزوة بغزوة العسرة. إذن لماذا سميت هذه الغزوة بغزوة العسرة؟ والله عز وجل في القرآن الكريم سماها بيوم العسرة، إذا سماها بغزوة العسرة. السبب في ذلك أيها الأحبة أن هذه الغزوة حدثت في الظروف المناخية الصعبة في فصل الصيف، وتزامن مع ذلك حالة من الجذب والقحط التي كانت تضرب البلاد، إلى جانب بعد المسافة من المدينة إلى تبوك، فهي بحاجة إلى أيام وأسابيع حتى يصل إليها المسافر. الصحابة رضوان الله عليهم يستجيبون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هو أبو بكر الصديق يتبرع بكل ماله، ويأتي بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيتبرع بنصف ماله، ويأتي عثمان رضي الله عنه وأرضاه فيتبرع بألف دينار، ثم يتبرع أيضا ب300 بعير بمستلزماتها كافة، والنساء يتبرعن، وكذلك أيضا الفقراء، من يستطيع أن يتبرع يتبرع. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام رجل من الأنصار يتبرع بصاع من التمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقدر ذلك ويشجع هذا الأنصاري بجعل ما تصدق مع الصدقات التي جاءت لتجهيز جيش المسلمين وإعداد هذا الجيش ليقاوم أعداء الدين ويردع أعداء الدين ويحافظ على هيبة المسلمين وعلى شوكة المسلمين ويدافع عن المستضعفين وينشر دين الله جل وعلا في أرض الله جل وعلا. الآن التبرع مستمر في ظل هذه الظروف وهذه الأحداث. يخرج عندنا الذين منافقون، يخرج عندنا المنافقين الذين ينافقون في دين الله جل وعلا، يظهرون الكفر الإيمان ويخفون الكفر. هؤلاء يريدون تثبيط عزيمة المسلمين،
فقاموا بالغمز واللمز في الصدقات، فمن تبرع بالكثير قالوا انه يريد رياء وسمعه، ومن تبرع بالقليل قالوا وماذا يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فارادوا تثبيط المسلمين، فالله عز وجل انزل ايات تتلى في ذلك، فقال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. في ظل هذه الأجواء الصحابة لا يلتفتون إلى قول هؤلاء المنافقين، وإنما يستمرون في العطاء والتبرع. الذين لم يستطيعوا أن يؤمنوا لهم ما يحملهم ويركبوا عليه لكي يذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام للقتال للجهاد، يلبوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد، ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه، والنبي يقول لهم: لا أستطيع أن أؤمن لكم ما يحملكم عليه لكي تذهبوا معي. فخرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، حتى أن الضعفاء والعجزة أرادوا أن يشاركوا، وخرجوا أيضا من عند رسول الله بعد أن ذهبوا إلى رسول الله يطلبون منه، خرجوا يبكون. فالله عز وجل يصف حالهم فيقول عليه الصلاة والسلام: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تأملت هذه الآيات الرائعة، تأملت كيف عذرهم الله عز وجل، يقدم الإنسان ما يستطيع ولا يبخل على نفسه أن يقدم الخير، اصنع الخير وابذل الخير ولو بكلمة طيبة. الصحابة رضوان الله عليهم يستجيبون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، يستجيبون لتنفيذ دعوة الجهاد في سبيل الله. خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 33 مقاتل لكي يدافع عن دين الله جل وعلا، فلم يتخلف منهم بغير عذر إلا 3، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، بينما تخلف المنافقون جميعهم. فقد جاءوا يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام في القعود وتعذروا بأعذار كاذبة. قال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فالله عز وجل يقول لهم: نار جهنم أشد حرا، لكنهم لا يفكرون ولا يعملون عقولهم. خرجوا مع رسول الله الصحابة رضوان الله عليهم للجهاد في سبيل الله إلى منطقة تبوك. النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى تبوك لكنه تفاجأ، لم يجد أثرا للحشود الرومانية ولا للقبائل العربية الحليفة لهم، بالرغم من أن الجيش مكث 20 ليلة في تبوك ولم تفكر القيادة الرومانية مطلقا في الدخول مع المسلمين، لم تفكر أبدا، معناها كانت على الحدود، ولا حتى القبائل العربية لم تفكر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. تأمل معي أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام في منطقة تبوك معه 33 ألف مقاتل،
وبينما الروم معهم 40,000 مقاتل. ومع ذلك خافوا أن يواجهوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة بوجوده في تبوك قد أقام أياما عقد فيها معاهدات صلح مع أمراء دومة الجندل، وكذلك أيضا مع أيلت وهي منطقة العقبة حاليا وأذرح وجرباء من معان، عقد معهم صلح. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد العودة إلى المدينة المنورة. وأثناء مسيره صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه الصلاة عليه السلام يخبره بما فعل المنافقون. استغل المنافقون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وبنوا مسجدا قصدوا منه الإفساد ليجتمعوا فيه ويحققوا تآمرهم، يريدون أن يفرقوا الصحابة رضوان الله عليهم ويحاربوا دين الله عز وجل من خلال تجمعهم في هذا المسجد. والله عز وجل سمى هذا المسجد بمسجد ضرار، لأنهم أرادوا أن يحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أنزل في ذلك آيات تتلى في سورة التوبة، فقال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذه نيتهم. ماذا قالهم؟ ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. كانت نيتهم أنهم يريدون الحرب والقضاء على الإسلام وعلى المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما رأى ذلك بأم عينه أمر بهدم هذا المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يستعد الآن لكي يستريح بعدما جاء من منطقة تبوك. وبعد أن استقر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة جاءه المنافقون يعتذرون يقدمون أعذارا كذابة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل منهم العذر ويعفو عنه، حتى جاءه الثلاث الذين تخلفوا من الصحابة رضوان الله عليهم، فيسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تخلفهم، فصدقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أنه لا عذر لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالذهاب إلى بيوتهم حتى يصدر الحكم في حقهم. بعدها صدر الحكم في حقهم أن لا يتحدث معهم أحد حتى يأذن الله عز وجل بذلك. يقول كعب بن مالك: في أثناء هذا الابتلاء تعرضت إلى ابتلاء آخر، إذ عرض علي ملك غسان أن ألحق بهم، فأرسل لي رسالة يقول فيها: إلحق بنا نواسيك بعد أن هجرك صاحبك. يريد منه أن يخون كعب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يخون دينه، أن يخون وطنه. ماذا فعل كعب؟ قال: فأحرقت هذه الرسالة وصبرت 50 ليلة، بعدها تاب الله عز وجل علينا، فأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا، فقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ونستفيد أيها الطلبة
من هذه الحادثة أن القعود عن الجهاد عند استنفار الإمام إثم عظيم وكبير، كما أننا نستفيد من تعامل الصحابة رضوان الله عليهم بالصدق، كانوا صادقين ولم يكذبوا ولم يتحايلوا، ونستفيد أيضا الولاء الصادق من الصحابة رضوان الله عليهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن بينهم خونة، لأن الخائن هو الذي يضيع دينه ووطنه، لذلك كانوا عندهم الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما جاء في الغزوة. النبي رجع منتصرا ولم يحدث فيها قتال، لأنهم خافوا من مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن خلال هذه النتيجة ظهرت عندنا عدة نتائج. أولا، ظهور قوة المسلمين كقوة قادرة على الدفاع عن دولتهم، ثم مبادرة بعض القبائل العربية إلى إعلان إسلامهم، وكشف المنافقين وفضح خططهم، توقيع اتفاقيات ومعاهدات صلح مع بعض القبائل والأقوام. ونستفيد أيضا من هذه الغزوة دروسا وعبر. أولى هذه الدروس استجابة الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا نحن أن نستجيب لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا حذر المسلمين من أي عمل يراد به الإضرار بهم وتفريق كلمتهم، والمسلم أيضا صادق في كل أحواله. نستفيد أيضا الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نستفيد أيضا أن باب التوبة مفتوح، وأن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده، فبادئ إلى التوبة إلى الله عز وجل. نستفيد أيضا إظهار القوة والشجاعة أمام أعداء الدين، فأنت عزيز لأنك مسلم. بقي عندي سؤال أيها الأحبة، فكروا معي، ما هي أهداف هذه الغزوة؟ الذي يمعن النظر في أهداف هذه الغزوة يجد أن من أهداف هذه الغزوة إضعاف قوة الروم ومن يسير معها، بث روح الجهاد في نفوس المسلمين، وتمييز المسلمين والصادقين والمنافقين والكذابين. إذن كانت مرحلة حاسمة أن ظهر عندنا المنافقين في هذه الغزوة، ظهر عند الصحابة رضي الله عنهم وكشفوا أمر هؤلاء الذين يريدون أن يعيثوا في الأرض فسادا، والذين أرادوا تثبيط عزيمة المسلمين عن الخروج للجهاد في سبيل الله. هذه الغزوة أيها الأحبة نستفيد منها فوائد كثيرة جدا، وممكن أن تذكر فوائد ودروس وعبر مستفادة من هذه الغزوة. هذا ما جاء في هذا الدرس. بارك الله فيكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.